يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تخصيص يوم الجمعة بآية أو حديث أو دعاء لم يرد عليه دليل ثم يتعاهد الزملاء والأصدقاء برسالة جوال فيذكر فيها شيئا من ذلك؟ ما دمت تقول ما عليه دليل فلا يجوز هذا، لا في الجوال ولا في غيره. لا يعمل شيء من العبادات والأذكار إلا بدليل. نعم.